السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. هانين اليوم غادي نوريكم الطريقه ديال تسجيل الدعم اللي دايره الدوله. كندخلوا للسيت ار ان بي معروف، السجل الوطني للسكان. كندخلوا ليه، هو راه شويه عليه الضغوطات. ورا شويه عليه الضغوطات، ولكن توسع خاطرك شويه بشويه حتى تدخل ليه. دي الطريقه ديالو، كدير هنايا مثلا بالعربيه، ديرو بالعربي بالنسبه للناس اللي ما قاريش. املاء طلب تسجيل، تجي هنايا كاين العربي، كاين البريد الالكتروني او رقم الهاتف. انت اللي جات سهله، اللي جات سهله غدير نمره التليفون مثلا ديالك 06 14 80 28 97، وندير جنو سويبا الروبو. و تي تتعزل شي هادي، هادو تيديرو مي باش يعطلو بنادم باش ما يكونش الازدحام في الدخول. نديرو فاليدي وندير ارسل رمز الدخول. دابا غادي يجيك ميساج في التليفون، ميساج غادي يجيك في التليفون باش تدخل ليه. ها هو جاني، انا سيدي تسعود، نديرو هنا ادخل رمز سميتو 93 3 4 9 1، ونديرو دخول. بالنسبة لطلباتي انا ندير هادو، اما انا درت وحده وعطاوني موعد محجوز حتى نهار 27 شهر 11. دابا حنا بغينا نديرو طلب جديد. الطريقه اللي غديرو نتوما، غديرو طلب جديد، كتجيك هاد الصفحه هادي، كدير لها انقر لقبول الشروط وهذا الاستعمال. عندك ثلاثه ديال الخانات، قول اربعه. كاين المعلومات الشخصيه، كتكتبها من هنايا بحال بغيت تكتب بالعربيه وما عندكش كلافي، كتبرك على هادي وتكتب الاسم ديالك مثلا، او لا تكتبها هنا فرونسي. اسم الشخصي كتجي تاني دير هكا وتكتب الرسمية ديالك. كتجي هنا للسنة، كدير سنة ازدياد مثلا 1990 مثلا، الشهر مثلا شهر واحد مثلا، اليوم مثلا نهار واحد. كتعطيك بان عندك 32، اوتوماتيكمون كتعبر بان عندك 32 عام. كتجي هنا النوع، ذكر ولا انثى، كتعزل انت واش ذكر ولا انثى. الحالة الإقامة، واش مقيم أجنبي ولا مواطن مغربي، يعني ديرين الناس الأفارقة والناس اللي مقيمين في المغرب، وولدت في المغرب نعم أو لا. تغدير هاد الخانة هادي، بعد غادي نحيدو هادي ديال المعلومة الشخصية، حنا نقزناها. غنجيو العنوان الشخصي، غنديرو الجهة، اش من جهة، الرباط سلا مثلا ولا هدا. بحال دابا درنا الرباط سلا قنيطرة مثلا، كنجيو للعمالة بحال دابا هادي هنايا، كنديرو الرباط قنيطرة سلا مثلا أولا كازا ولا العمالة. كتعزل العمالة ديالك واش الرباط ولا قنيطرة ولا سلا. الدائرة، ملحقة إدارية، داكشي تيخرج تيعطيوك ثلاثة الأنواع ولا أربعة، نتا كتعزل اللي بغيتي، كتعزل لينا هي اللي تابع ليها نتا. والشارع، هنا كتكتب العنوان ديالك، نوع السكن واش فردي ولا جماعي، واش ساكن بوحدك أولا ساكن مع العائلة مثلا، ديرو مثلا فردي. رقم الباب، كدير الرقم ديال باب الدار. ما كدير العنوان ديال السكن، بغيتي بالعربيه راه كتكتبها بالعربيه، بغيتي بالفرنسي تكتبها اولا تكتب حتى هنايا على حسب اللي بغيتي. والرقم البريدي، غدير مثلا سلا غدير 11000 او الرباط غدير 10000، هذا الرمز البريدي ديال هادي. نقزنا هاد الخانه الثانيه، العنوان الشخصي نقزناه. دابا بقى لنا المعطيات التعريفيه، معطيات سيفري امليكو المعرف معني الرقم، فاش ما عمرتهاش ما عطاتنيش الورقه، انا غادي ندير فيها النمره ديال لاكارت وقتاش غتنتهي. وغادي نأملك المعرف، المعرف شنو هو المعرف؟ هو اللي تتكون في لاكارت اللور، تتكون فيها سميتو، تتكون في لاكارت من اللور فين كاين العنوان، تيكون واحد جوج ارقام. الرقم الاول تتكون رقم سميتو الرقم ديال العقد الازدياد، وتتكون السنه فاش مزيود. بحال دابا 990 1980 مثلا ولا هكا، كتكتبو هنايا. من بعد كدير لي كونتاك هنايا، أولا معلومات إضافية للاتصال، كدير رقم الهاتف ديالك،
وهنا كدير البريد الالكتروني باش يجيوكم ميساجات، ومن بعد كدير مواصله. ملي كدير مواصله دابا انا خاصك ما معمرش، ملي كدير مواصله كتخرج لك واحد الخانه واحده اخرى تيقول لك دير فيها حمل بطاقه التعريف، وتحملها حملها ما بغيتيش ماشي مشكل، وتحملها حملها ما بغيتيش ماشي مشكل. من بعد تخرج لك، تخرج لك مثلا ورقه بحال هذه اللي خرجت لي انا دابا، الحاجة اللي خرجت انا في الاول اللي وريتكم. هي طلباتي مثلا نمرة التليفون هي اللي كيدخل بها بنادم، صافي خير. هذا هو كل شيء اللي كاين. القضية راه سهلة، راه شوية كاين ديال الضغط، بنادم يصبر شوية، هادشي ما كاين. أعانكم الله ومع السلامة.